السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد أم خديجة. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم، لكن ما كتعرفوا ما كنخرجوش، كيخرج غير فرد من العائلة، يعني ما خصناش نخرجوا كل مرة كل مرة، نشري واحد الكمية يعني لا بأس بها إلى وفيرة ديال القزبر والمعدنوس. أنا شريت هنايا واحد الكمية، ايوا، وغادي ان شاء الله نقطعها لان خصنا نبقى في دارنا. وكنأكد لكم البنات اللي كيشوف هذا الفيديو نبقى في دارنا باش نحمي وليداتنا، نحمي ريوسنا، نحمي والدينا، نحمي بلادنا من هاد الوباء. الله يحفظنا ويحفظكم منه، الله يعافينا ويعافينا يا ربي، امين. غادي نشارك معكم كيفية تخزين القزبر والمعدنوس او الربيع في المجمد بدون ما يتكتل ليكم، مع طريقة الاحتفاظ به. إلى عجبتكم هذه الوصفة ابقوا مع هذا الفيديو، ومزيدا البنات من اللايكات، ولا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك. ما كيبان لكم في الصورة، أنا عندي هنا واحد الكمية ديال القزبر والمعدنوس اللي دابا انا الصباح البارح في الليل غسلته وحطيته قطر مزيان ونشفته بمنديل ديال المطبخ، لان هذا هو السر باش يحافظ لكم على اللون ديالو وما يكحاش لكم، هي نشفوه مزيان ونقطروه من داك الماء. بالنسبه للقزبر من الاحسن البنات يكون مسنبل، لانه يكون قزبر مسنبل وهاد الوقيته غالبا تكون مسنبل. تناخذ نبدا نعبدو المعدنوس، غادي نبدا نستفو، ولكن عنده داك السيقان ديالو كبار تنقطعهم الا كانوا غلاط. كنستمر في التستيف ديال هاد ليكم. دابا غادي نستف او نصفف داك المعدنوس اللي عندي، بديت بالمعدنوس عاد غادي نمشي للقزبر. انا كلشي الحادقات كيعرفوا ما يخزنوا القزبر المعدنوس فقط في هاد الظروف. بغيت نشارك معكم انا، وبغيت يعني نقول لكم كيفاش انا غادي نحتفظ به، طريقتي في الاحتفاظ به. كندوز كذلك نستف هاد القزبر، انا هاد القزبر راه نقيته وغسلته كما قلت لكم في المقدمه، نقيته داك يعني داك النباتات اللي كتكون فيه من داك التراب، وقطرته مزيان كنستفو باش مني نجي نقطعو. يمكن لكم نتوما تقطعوه في داك المفرمه الكهربائيه او المفرمه اليدويه، انا ماشي اي واحد عنده هذاك الشيء المفرمات، انا غادي نقطعو معكم بيدي كيفما غيبان لكم في الصوره. بعد ما استفتهم بجوج غادي نمشي، غادي نبدا نقطع، ناخذ واحد الكميه من المعدنوس نقطع لهم داك السيقان، كنحتفظ بهم، نفرشهم للطويجنات او نقبطهم ونديرهم فوق الطويجنات، انا شخصيا ما ترميهمش. تنقطعهم رقاق بهذا السكين ونزيد نرققهم بهذه الاداه اللي الكل كيعرفها، كنظن الكل متوفر عليها، واللي بغاها غلاط يعني خليه شويه غلاط، انا ترقه مزيان كما كيبان لكم في الصوره. وغادي ندوز نقطع كذلك القزبر بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه. بالنسبه كاينه واحد الطريقه اخرى، غير كتحيدوا داك السيقان اللي الفوق وكتوضعوهم في المجمد، كتوضعين هذا الربيع هكاك غير تحيد له فقط داك السيقان، وكتجبدوهم وتضربوهم غير بواسطه الدلاك، ولا تبقاو تخبطوا عليهم هكا بواحد الدلاك، ولكن تيبقى غليظ. بالنسبه اللي بغى رقيق من الاحسن يدير هذه الطريقه. ما قطعته، هذا هو المعدنوس وهذاك القزبر، يعني غادي ناخذ هذوك الاكياس ديال المجمد. ها هو ملي قطعته اللون ديالو ما تبدلش لانني نشفته مزيان، كما قلت لكم ليله كامله هو تيتقطر ليا ونشفته بواسطه منديل. كنبدا ندير هاد القزبر اللي عندي في الاكياس. هذا هو المعدنوس هو الاول اللي درت، كنسدو تنحيد منو داك النفس اللي في البلاستيك. كندوز دابا هذا القزبر كذلك ما كحلش ليا لانني نشفتو. النصيحه اللي نعطيكم، نشفوا القزبر المعدنوس الا كنتو تجمدوه في المجمد،
تنديرو في البلاستيك ديال المجمد، تخرج منه داك الهواء اللي فيه كما كيبان لكم في الصوره. دابا انا وضعتهم في اكياس وسديت عليهم وخرجت منهم داك الهواء. ها هما كيس ديال القزبر وكيس ديال المعدن، نتوما الا بغيتو تخلطوهم خلطوهم، انا كنحط كل حاجه بوحدها. بالنسبه كتخليهم واحد نص ساعه في المجمد باش ما يوليلكمش كتله واحده، وتت نص ساعه وترجعوا تفكروهم. تربوهم غير بشي دلاك ولا شي مغرف ولا شي سباتول ديال الخشب. انا غادي نوريكم هذا كان عندي في المجمد، غادي نوريكم كيفاش كان عندي. هو يعني ما كيتكتلش ليا، نتوما الا تبعتوا هاد النصائح من الاول حتى الاخر اكيد غينجح معكم وما غيتكتلش لكم، لان بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي يتكتل ليهم هذا الربيع في المجمل بهذه الطريقه، ما غاديش يتكتل ليهم وما غاديش يتكور ليهم. كاينه طريقه اخرى انا كنديرها غير الا كنت ما عنديش الوقت مزروبه، كنقطع لهم داك السيقان وكنحطهم في ميكا هكاك صحاح، تنديرو في المجمد ملي تيكرمو جمدو تنضربهم بالتلاك ولا بشي مغرفه، ولكن تيبقى غلاد شويه. هذه الصراحه طريقه ما تنعتمدهاش 100%، ولكن الا كنت مزروبه نتوما الا ما عندكمش الوقت وكتبغيوه يبقى مقطع غلاد ديروها، يعني كتكون قبطه في بلاستيكه وتضربوها بهاد التلاك ولا مغرفه خشبيه وكتحتفظوا به. نتمنى هاد طريقتي في الاحتفاظ بالقزبر والمعدن تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، ولا عجبتكم ما تنسوش ليا باللايكات ديالكم والتعليقات، ولا كنتو اول مره كتدخلوا القناه ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك.